كأسا إفريقية هي الأولى من نوعها بعد الفوز على فريق يونغ أفريكانز التنزاني في مباراة كبيرة كانت بملعب 5 جويلية صعبة، ولكن الاتحاد حسمها لصالحه. مشاهدينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في هذا الحصاد الرياضي عبر قناة الشروق الإخبارية. بعدما حصد اتحاد الجزائر الأخضر واليابس في كأس الكونفدرالية، سنتحدث اليوم ونعود بطبيعة الحال لتتويج الاتحاد، صعوبات المواجهة من الناحية الفنية من الناحية التكتيكية، ماذا جلب المدير الفني عبد الحق بن شيخة لتشكيلة الاتحاد، أيضا دور الإدارة في هذا التتويج، وأيضا المستقبل. عندما نتحدث عن التتويج نتحدث عن المستقبل، لا يجب أن نتوقف عند التتويج ونقول في كل مرة أننا توجنا. يجب على اتحاد الجزائر أن يبني وتكون الانطلاقة من يوم 3 جوان يوم أمس بهذا التتويج. سنتحدث أيضا مشاهدينا عن فريق نجم بن عكنون الذي ضمن الصعود وحقق صعود للرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه بفضل الطاقم الفني بقيادة المدرب عبد النور بصبعة، وأيضا مجموعة من اللاعبين الذين يملكون خبرة ووظفوها لصالح هذا الفريق العريق. سنتطرق أيضا لمباريات الثلاثاء المقبل لحساب الجولة 25، ونعود بطبيعة الحال إلى مباراة البيج ماتش التي جمعت اليوم الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، انتهت بهدفين لهدف لصالح النادي المصري في القاهرة في انتظار مباراة العودة في المغرب. للتحليل والنقاش مشاهدينا معنا في الاستوديو مجموعة من المحللين وأيضا الإعلاميين، أبدأ بحسين أشيو اللاعب السابق الدولي السابق في صفوف أيضا اتحاد الجزائر. حسين أشيو أهلا وسهلا بك معنا على قناة الشروق الإخبارية بعد غياب طويل. السلام عليكم إبراهيم، شكرا على الاستضافة، نحيي ضيوفنا الكرام، نحيي بوسبية على صعود بن عكنون لصعود مستحق، إن شاء الله يكملوا المسيرة في القسم الوطني الأول إن شاء الله. مرحبا بك. حيو ياسين لأننا بزمش مشفناش تاني. سبقتني إلى تقديم ياسين معلومي الإعلامي المثير للجدل، يقولون بأنه مثير للجدل بفضل تصريحاته يا حسين، لأنه يتحدث بدون لغة الخشب، إن شاء الله توصل على هذه الطريقة. مساء الخير إبراهيم، مساء الخير لكل المشاهدين، ولكن واش من جدل مع مدرب اللي ضمن صعود مع اللاعب ملعب الدولي السابق وصاحب الهدف التاريخي في تونس مع امام المنتخب المصري، شكون كان كما يقول لك اسمه الغارديان دي بي تاع ليجيبت هذاك الوقت، نادر السيد. نادر السيد يا حسين يا أشيو. نادر السيد. صحاب السيد. شكرا جزيلا. مرحبا بك ياسين معلومي، ومعنا أيضا المدير الفني لفريق النجم بن عكنون الذي ضمن الصعود وحقق صعودا تاريخيا إلى الرابطة المحترفة الأولى. عبد النور بوسبيع أهلا وسهلا بك معنا عبد النور عبر قناة الشروق الإخبار. مساء الخير ومساء الخير كل المشاهدين، وشكرا على الاستضافة، وصافي غرون بليزير تلاقيت مع حسين لهنايا في الاستوديو. نعطيك معلومه حسين، اخر مقابله الفريق اللي لعب فيه انا كنت مدرب، حسين لعب في وداد بوفاريك. نعم. يقدر يواصل يلعب بهذه البنيه بهذه الطريقه، يلعب عادي حاليا. نعم يلعب حسين مازال، اسمع لي زونسيان جوار عندهم من باز ما تخافش عليهم، يسوفي لا بريباراسيون فيزيك يكون شويه برك. حسين ما في بوفاريك صافي عندها سيتي اون 2018 كان معايا تما، كنا انا وبلال زيري وكان حسين معنا، هو اللي كان يدير الفارق، والفارق الذي صنعه ايضا اللاعبون في تشكيله نجم بن عكنون. نخص بالذكر اللاعبين السابقين الذين يملكون خبره في هذا الفريق، قدموا الكثير لنجم بن عكنون. نبدا من فريق اتحاد الجزائر الذي افرح الجزائريين بعد 9 سنوات من الصيام القاري. الاتحاد يهدي الجزائر كاس الكاف بعد 9 سنوات، اخر نادي جزائري كان وفاق سطيف سنه 2014 وحقق دوري ابطال افريقيا. حسين أشيو عند صافره النهايه، المباراه كانت صعبه بطبيعه الحال، ماذا احسست وكيف شعرت؟ فريقك فريق القلب فريق اتحاد الجزائر فاز بلقب قاري. والله تنفسنا سعادة، يعني كنا جد قلقين من المباراة بعد يعني تسجيل هدف في وقت مبكر، ما كناش يعني نستناو هذاك
تلقاو هدف يعني بهذيك السرعة، ولكن في الآخر تتويج يعني خلانا يعني نتنفس ونفرح ونحقق الحلم اللي كنا نسناوه منذ سنين طويلة. المدير الفني عبد الحق بن شيخة أمس في الندوة الصحفية حسين قال بأنه الجميع كان ينتظر هذا التتويج، لاعبين سابقين وخاصة بالذكر بعض الأسماء في يعني التشكيلة الخاصة باتحاد الجزائر. شاهدنا أيضا فيديو لمحمد حمدود من باريس والطريقة التي عبر بها عن فرحته بعد نهاية هذه المواجهة. يقولون في الاتحاد أنه نقطة قوة هذا الفريق التفاف الجميع، لاعبين سابقين، مدربين سابقين، الجميع ملتف والجميع يفرح ويسعد بالإنجازات. هذا ما حدث أمس بطبيعة الحال. أكيد براهيم، أنت لما تلعب يعني في فريق عريق وتبني يعني حجر بحجر إنجازاته لازم تفرح، لأن ماذا بيك هذاك البنيان ما يطيحش، ما ينهار، ما يروحش يعني في سنين قليلة. أنا نظن كل واحد جاز من هذا الفريق يتمنى له الخير، كل واحد يتفكر الذكريات. وقبل سنوات يعني ماضية كنا احنا كلاعبين كنا نتمناو نتوجوا بهذا الشيء، وكانت عندنا هذيك خيبة الأمل. الآن فرحونا هاد اللاعبين اللي راهم دوكا في اتحاد العاصمة، وعشنا الفرحة، وكنا ما نتمناوش خيبة الأمل اللي عشناها احنا في هذيك السنين، لأن كان عندنا فريق جد قوي، ولكن ما سعفناش الحظ باش ننالو. ولو هاد المنافسة ما لعبناهاش بزاف، لأن احنا كل سنة كنا مرتبة الأولى مرتبة الثانية، يعني كنا نلعب كثير دوري أبطال إفريقيا اللي كان صعيب جدا. نعرفوا الكواليس إفريقيا، نعرفوا كل ما يجري في إفريقيا، ونعرفوا كيفاش يعني في النصف النهائي كيفاش خسرنا مع إنيمبا، يعني ما كناش نستاهل. سنة 2003 2004 2003 نعم مع المرحوم عبد الوهاب الله يرحمه. كيفاش يعني هنا يعني ينحي لك هدف وينحي لك ضربة جزاء والهيك يزيد لك 9 دقائق يعني باش تخسر. هذه الامور يعني بدات تروح، بدات تزول. هذا تتويج الاتحاد هذا الموسم حسين يعني كان ايضا بفضل يعني التحكيم الجيد حتى خارج الديار. شوف تحكيم جيد، لانه شاهد يعني تحكيم ضد اتحاد الجزائر في المباريات التي ملاعب كذلك ملاعب. يعني فريق اتحاد عاصمة دائما فريق اللي يلعب كره قدم. انت كي تروح لافريقيا واش تتمنى ابراهيم؟ تتمنى ارضيه ميدان جيده، وتتمنى المناخ يكون يعني نوعا ما ملائم. احنا هذا الشيء جمعوا كاع في مباراه اتحاد العاصمه، طاحوا يعني مع الجيش يعني اللي هو دائما عنده ارضيات مليحه ويلعب كره قدم، يلعب يعني كره نقيه وجميله، والاحسن فاز في هذه المباراه. لعب كذلك مع ميموزا اللي شفنا ارضيه ميدان يعني رائعه، ملعب رائع، والاتحاد العاصمه فاز يعني بجداره. واخيرا يونغ افريكانز ملعب 60,000 متفرج، ارضيه ميدان رائعه، امطار في افريقيا، يعني كل شيء كان يوحي انه الاتحاد راح يفوز. احنا كنا نقول، انا واحد كنت نقول بعد يعني مباراه الذهب كنت نقول 90% راي اتحاد العاصمه، ولكن في كره القدم بعد صافره نهائي يحدد المتوج. ما كاش حاجه ما تديهاش يعني صعوبات. احنا نقول لك البنة حاجة هي فلا دولار، تربح فلا دولار، تربح بهذيك الساكريفيس، تتعب تطيح تنود، واحد يدي إصابة، واحد ما يقدرش يكمل مباراة، لاعبين يدخلوا ستريس، الجمهور يبقى الجمهور 60,000 سكت ملعب 5 جويلية، لأن كل الناس كانت متخوفة تكون كارثة وتكون يعني مفاجأة. الحمد لله ما كانتش المفاجأة، يعني كل شيء كان في مكان، ولو ما اديناش مباراه كبيره يعني تقنيا، ولكن انا نظن كل هذه الاشياء تسقط كي نوزنوها مع كاس يعني افريقيه لاول مره. كل هذه الاشياء تسقط، لان تاريخ ما يرحمش ابراهيم، تاريخ ما راحش يقول لك اتحاد العاصمه دار 80% تاع بوسيسيون وحق النهائي وضيع اهداف والعارضه، ولكن ما فاز. تربح ولا تلعب؟ تربح لا اكيد. وهذا الشيء الحمد لله، الفريق يعني خسر، ولكن في اللقاءين في الشوطين كان هو متوج، ونعرفوا احنا في افريقيا مازال يعني الهدف بهدفين خارج الديار. انا نظن الهدف الثاني صنع الفارق، صحيح وتفوق يعني اتحاد العاصمه والحمد لله. وهذا يعني
بفضل يعني مجهودات الطاقم الفني، لاعبين وكل يعني ما التف إدارة، كل ما التف يعني على بالك فريق ما كانش إنسان واحد يعني تبدأ بالمناصرين. عمرنا ما شفنا يعني في بكل صراحة في تشامبيونز ليج ملعب رائع مكتظ. تشعر أنك ساهمت أيضا في هذا التتويج؟ لا أنا قلت من قبل كل ما نعمل حاجة يعني الاتحاد العاصمة يقدر يكون فرحان، لأن الأمور ما تبناش على يد واحد، كاين يعني الناس تجوز على الفريق وتروح، لازم يعني تخلي بصمة وتخلي لمسة وتعمل بإخلاص، ومجميع من يعمل بإخلاص يخلي حاجة في الفريق ولو ما يتكلموش عليه، ولكن يجي وقت وين تبان يعني الحقيقة. الحمد لله احنا عملنا بإخلاص، عملنا بجد، عملنا بتفاني للفريق، والحمد لله بالك ما نقولوش كما يقول لك احنا جبنا هاد الشيء، ولكن الفضل يعود بالدرجة الأولى للاعبين. لاعبين عانا وابراهيم شفتوا كاع واش كان يسرى للاعبين، وعانينا معاهم في خاصة الموسم الماضي. انا عملت خاصة باش ما ينكسرش الفريق، حميت الفريق وكنت انا كما يقول لك الحزام الامان، كما يقول لك جيلي باربال، تلقيت كل شيء، ما كنتش حايب الفريق يتكسر ذهنيا، وهذا الشيء اللي ما صراش. شيء اثر على اللاعبين والله الانكسار الذهني، لما يعني اللاعب يكره في فريق، لما تنكسر العلاقة بين المناصرين واللاعبين يصعب كتير، والحمد لله الأمور عادت لمجراها. شوف الانتصارات والتتويجات تجيب اللحمة، تجيب تضامن، تجيب الأخوة، تجيب تسامح. هاد شي على اتحاد العاصمة ما صراولوش مشاكل كتير، يعني في 20 سنة تقريبا 30 سنة الأخيرة تتويجات، عامين ثلاثة يكونوا تتويجات، عاش بالأفراح على بها، كانت دائما الحالة ملمومة، ولكن كي بداو هالمشاكل شفنا راحت، بقى يعني بفريق بدون يعني بدون أموال، تم صرا نوعا ما من الانكسار. وحنا نعرفوا يعني كي يجوا شركات يبداو ناس لي زوبورتينيست يدوروا بزاف بالفريق، وهذا يعني اللي يخليك ما تعرفش شكون اللي يحب الفريق شكون اللي يحب الأموال. هذا مشكل اتحاد الجزائر سابقا، لانه التتويج مشاهدينا نعم تحقق امس اول نجمه افريقيه واول لقب افريقي في خزائن فريق اتحاد الجزائر، لكن لا يجب علينا ان ننسى تماما الظروف الصعبه التي مر بها فريق اتحاد الجزائر. الظروف الصعبه اللي تبني عليها الظروف الصعبه، لان انا قبل اللقاء وش قلت ابراهيم؟ عفوا تفضل. نعم تفضل. قبل اللقاء قلت لازم اللاعبين يستحضروا هذا الذكريات، لان بهم اللي تتقوى. شوف علي من جست، شوف التضحيات اللي درتهم، شوف الايام اللي كنت غايب وخليت اهلك، وكاين اللي خلى زوجته، وكاين اللي خلى اولاده، شوف المشاكل اللي صراو لك مع انصارك او الانصار الخصوم، شوف يعني الظروف الجد صعبه اللي مر بها الفريق والفريق هذه الاشياء كلها تردك اقوى. الناس اللي جات ومدت وغادرت. نعم ايضا نعم نعم تردك. شوف التضحيات، شوف الناس يعني يتفكروا مثلا بن حموده اللي كان معاهم مع احسن لاعبين الان هو غائب. شوف كره القدم غريبه، يعني شوف هاد كيما يقول لك الفرصه اللي عندك، لا شونس هذه اللي عندك انك تتواجد اليوم في نهائي. لازم كل هاد الامور تستحضرها باش تولي اقوى، باش ما تنكسرش. شفنا فريق اتحاد العاصمه كان مصدوم بعد الهدف الاول 5 دقائق الاولى، ولكن رويدا بدا يرجع في المباراه، قالوا نوعا ما هذاك الخوف. ما شفناش لاعبين مسكوا الكره، لان الخوف يخليك تتهرب على المسؤوليه. احنا كلاعبين في وسط الميدان احنا بكري يقول لك واحد اللي يخاف يولي يتخبى ما يطلبش كره، يخاف يدير كونترول، يخاف تروح له. هذا هو الخوف، ينحي لك الثقه، والثقه المليحه هي اللي تخليك يعني ولو لاعب في ظهرك تعمل كونترول، تطرب كره وتمد. هذا هو الفارق بين لاعب قوي مستوى عالي ولاعب متوسط ذهني مونتال، لان لاعب قوي ميسي يضيعها 3 مرات ومن بعد تعطيها له في وسط 3 لاعبين يدور ويراوغهم ويحطها لداخل، تكون عنده برد اعصاب امام الحارس. اما لاعب واحد اخر بالك يتخلع ما يعرفش كيفاش يجي ريستر. ماذا هو الفرق بين اللاعبين الكبار ولاعب يعني متوسط ولا
ولا لاعب يعني في مستوى يعني متوسط. انا نظن كل هذه الاشياء يخلوا اللاعبين انه كانت عندهم فرصه وما ضيعوهاش، هذا هو الاهم والمهم. اما انه تعمل مباراه كبيره كنا نتمنى كلنا يعني نسحقوا هذا الفريق بثنائيه ولا ثلاثيه باش يكون العرس عرسين يعني لاري لامانيار كما يقولوا، ولكن احنا ما نقبلوش هذا الشيء لان بكري اتحاد العاصمه كنا نقولوا البارة خير من البيت، ولكن ما كانوش الالقاب كثيره، كانت الفرجه، كانت يعني ما من اللاعبين القدامى اللي كانوا يلعبوا ضد فريق اتحاد العاصمه يقول كنعانيه، ولكن الالقاب في التتويجات كانت قليله. جات يعني جينيراسيون واحده اخرى حصدت القاب، هذيك لا جينيراسيون راحت، تحولوا الان مدربين ومؤطرين، وهي جايه جينيراسيون اخرى والمستوى تغير والمعطيات تغير، والان فيسبوك التواصل الاجتماعي صحيح. كل هذا يخلو اللاعب يعني صعيب عليه باش يركز. صحيح، تغيرت العديد من الامور، تغيرت عديد من الامور في كرة القدم ومحيط ايضا كرة القدم. والمهم من كل هذا انه اتحاد الجزائر يجب عليه ان ينطلق من هذا التتويج. عبد النور، الفرحة كانت يوم الجمعة في بن عكنون بمناسبة الصعود، والفرحة كانت بعد الغد السبت يوم الثالث جوانية أي يوم أمس بمناسبة تتويج اتحاد الجزائر بكأس إفريقيا. يعني أيضا هناك لاعبين في نجم بن عكنون تقمصوا أيضا ألوان الاتحاد والجميع كان سعيدا، أليس كذلك؟ بطبيعة الحال الفرحة كانت فرحتين، أولا مم سكان بن عكنون الأغلبية هما مشجعين تاع اتحاد العاصمه، مام احنا كنا حضروا في الاسبوع كاع كانوا يطالبوا بالصعود والفوز لاتحاد العاصمه، ولهذا مام اللونين لون كيف نفس اللون نفس اللون. من هم اسمه حسين رشيد؟ حسين رشيد بيسر. انا لعبت في بن عكنون. شفت حسين ديجا لاعب تاع بن عكنون، بديت اول يعني ست شهور، وانا كذلك عملت في اتحاد العاصمه لما كان حسين مع الاكابير، كنت انا حاكم ليزيسبوار، وكانت عندنا فرقه مليحه بما فيهم بكاكشي، كان عندي اون اسبوار واللي نباركو كثير. كنت بليزيور كاتيجوري، بليزيور كاتيجوري لحقت اسبوار، لحقت اسبوار بيان سور، وعملنا وتحصلنا على البطوله الايفنتيال تماك. حصل بن عكنون كانت فرحه كبيره لكل سكان بن عكنون لكل لاعبين، وهذا التتويج حضروه اللاعبين بكل قوه منذ بدايه الموسم، وين بدينا المشوار تاعنا شفنا بلي امنا بهذا الفريق وامنا بلي راح يقول كلمة تاعو في البطوله. وزيد على هذا الفرحه قلت لما اتحاد العاصمه زاد فاز بالكاس الافريقيه هي فرحه كل جزائريين، باسكو يوم هو فريق جزائري يحمد كل جزائريين، والحمد لله التتويج بفضل مجهودات اللاعبين اللي بدلوها طوال الموسم، رغم انهم فاتوا من باساج فيت، ولما جاء بن شيخة بالحكة تاعو بالإكسبيرونس تاعو في إفريقيا، تعرف درب في المغرب وفي تونس، عطاه هذيك التجربة تاعو وضعها في خدمة اتحاد العاصمة، وعرف كيفاش يخرج اللاعبين بهذا الباساج فيد وين خلق الجو العائلي، وأمن بهذا اللاعبين وعرف كيفاش يوصلهم لو ميساج وأمن حتى الاخير، والحمد لله تشوف المشوار اللي داروا في الكاس الافريقيه مشوار تاع بطل، كل المقابلات كانت صعيبه ولكن فاز بها، والمقابله الاخيره اللي شفناها نهائي رغم انه فاز خارج الديار، ولكن اثرت معنويا كثير على اللاعبين، وخاصه كانوا عندهم ضغط كبير لان تشوف باللي راهم الدرجه واحده ويديوا الكاس افريقيا بعد الفوز خارج ديار، والمقابله دخلوها بضغط كبير باسكو راك تعرف مع الفريق كان يحسن التفاوض خارج الديار، ولما تلقاو الهدف هذاك اثر عليهم كثير كثير بزاف، وان اللاعبين دخلهم الشك ولاو اون سوبي بريمي ميتو اون سوبي لو ماتش على الضغط، وبيان سور الضغط كبير، وزيد شفنا باللي تفطن لها بن شيخه بالحكايه تاعو، تفطن فيها في الشوط الثاني وين خرج ميصالا وين كنا نلعبوا بثلث بن زازا، خلى فارق كبير في وسط الميدان بيان سور، خلى فارق عوضوا بميصالا، ولكن ما كانش عنده دور كبير، قل ماشي غير ميصالا، لكن ككل المجموعه كانوا شغل حاضرين غايبين في بعض الاوقات، وهذه
الضغط عليهم كبير، ما من رباعي اللي استدعى للفريق الوطني ممكن ما نقولكش باللي هذا الشرف لهذا اللاعبين، ممكن زاد عليهم الضغط شويه باسكو مادام حابين يفرضوا روحهم باللي يستاهلوا هذا الاستدعاء. وفي الشوط الاول ما شفناش الكرات كثيره، لاليمونتاسيون للهجوم من طرف وسط الميدان ما كانش كاينه. وشفت كما قالك حسين لا ميتريز تكنيك بلس لا كونفيونس اون سوا، هذه هي الصح اللي تكون عند اللاعب باش نحي الضغط هذه، وخاصه في مقابله كما هذه يكون تحضير بسيكولوجي كبير سواء جماعيا او فرديا. وشفنا لاعبين كانوا يحوسوا خاصه في الشوط الاول جه البان يحوس ديجاج لا ريسبونسابيلتي، ولكن في الشوط الثاني وين دار تغيير دخل مزيان عطى دفع كبير للهجوم، من شفنا خلقوا عده فرص، ولكن لاعبين البرويدونس دائما في راسهم باسكو 1-0 زيدهم دوزيام بيت يطرح لهم لاكوب، ولكن بفضل حنكه المدرب واللاعبين كانوا عندهم اراده كبيره ورغبه من اجل هذا اهداء اتحاد العاصمه بصفه خاصه والشعب الجزائري اول كاس افريقيا يستاهلوها على بكل جداره. عن جداره واستحقاق فريق اتحاد الجزائري، ياسر المعلومي تاكد المعلومه 2 مليون يورو ستدخل خزينه فريق اتحاد الجزائر بعد التتويج بهذا اللقب. الاتحاد الافريقي حافظ شويه قلب حسين. الاتحاد الافريقي يتعامل بالدولار 2 مليون دولار. كل الحاجه المهمه ابراهيم في واش قال حسين وقال المدرب 2 مليون دولار هذه مكافاه النهائي ثم واش صرفوا كاع هذيك حاجه مليحه حاجه مهمه. شوف الحاجه المهمه اللي واش ربما نزيد عليهم هو انه هذا النادي اللي تاسس سنه 1937 معناها يعني دخل الاتحاد الافريقي لكره القدم يقول لك والاسم تاعو اليوم راه كما يقول لك اسمه محفور بالاخر، وانه بعد 86 سنه انك بعد 86 سنه هذا النادي دخل الى معناها قائمه واسمه الانديه اللي داو هذا المنافسه. هذا من جهه، من جهه ثانيه اليوم انتهت الكاس اتحاد العاصمه ودا الكاس، كيفاش اليوم المدرب والطاقم الفني راح واسمه يجيري هذا لابيريود حتى واسمه السوبر الافريقي رسميا يتلعب يوم 11 و 13 واسمه اوت، معناها تكون مع نهايه البطوله. وحنا غالبا من المدربين شفا كان يقول رابح سعدان دائما هذه الفتره تكون صعيبه خاصه مع نهايه البطوله. كيفاش المدرب هل حسين راح يخلي عندهم التضحيات؟ احنا نشفى مده تقريبا 10 سنوات ما كاش فاكونس، كنا دوك تشامبيونز ليغ ولا تبدا نوعا ما متاخر. ايه كنا نكملوا كوب دالجيري 5 جويليا نبداو الاليميناتوار تاع لا تشامبيونز ليغ، كنا ما نقعدوش كنا ما نريحوش خاصه في الفتره هذه 4 ايام 5 ايام يعني هذا هو اللعب، فتره فيه فتره. انا حبيت نعقب برك على واش قلنا 86 سنه من الوجدان، ولكن لو كان نعاودوا نشوفوا فريق اتحاد العاصمه بالك جديد على انديه اخرى، ولكن في افريقيا هو من لعب اكثر تشامبيونز ليغ. صح صح، شوف اللاعبين اللي لعبوا بزاف تشامبيونز ليغ تلقاهم تاع اتحاد العاصمه تاع وفاق سطيف كذلك مع الانديه يعني اللي متوجه وكبيره، لان ما لحقش ولكن نصف نهائي مره اخرى نهائي دائما كان حاضر لانه دائما كان يتوج وطنيا. التتويج القاري ما جاش دائما كاين حسين كاين بدايه ولكن غالبا ما كانت يعني في افريقيا في السنوات الاخيره السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات كانت الكواليس هي اللي تحكم حسين. شوف يعني انا نتفكر واحد الله يرحمه لما امضيت في شبيبة القبائل قال لي كلمة محشريف حناشي ما نساهاش الله يرحمه. معذرة على المقاطعة. فاصل ثم نواصل. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مشاهدينا إلى برنامج الحصاد الرياضي مع ضيوفنا الكرام. توقفنا عند حسين أشيو كان يتحدث طبيعة الحال عن اتحاد الجزائر. المباراة كانت صعبة. خليني أسقسيك على
على لاعب بلعيد سدد ركلة الجزاء، أكيد كنت تتابع في المواجهة، تعرف بلعيد جيدا كيف يسدد. يقال بأنه في يعني التدريبات، تدريبات فريق اتحاد الجزائر، كل التسديدات الخاصة بركلات الترجيح يسجلها بطريقة مميزة. حسين لا لا، الزاوية القائمة، الزاوية القائمة، ولكن يضرب كثرة الفوق وين الحارس ما يجيبهاش، ولكن لازم تكون عندك الثقة التامة. عودوا لنا اسمه الحنة كنا نتكلموا على الخبرة تاع إفريقيا، ويعني تكون متعمق في اتصالاتك وكواليس إفريقيا، وما ننساوش باللي في السنين الماضية كانت لازم تكون يعني هذه سابقا حسن. نعم سابقا، مازالها أنا نشوفوا الفار هذا كارثة. بارح كانت ضربة جزاء اتحاد العاصمة تاع مزيان، ما نعودوش للفار هذا كاع. نعم يعني ما أنا شريف قال لي لو كانت عندي الفريق اللي كان عندكم نربح ثلاثة تشامبيونز ليغ على الأقل، ماشي كوب دلاكا. يعني قوة الفريق من الناحية الفنية والكواليس. نعم. أكيد أكيد هو متعمق، يعني أنا رحت معاه يعني الساحة الإفريقية معروف، يديروا له طابيروش كيلحق معروف، يعني دائما يجوا يسناوه تاع لي زانستونس افريكان، عنده قيمه كبيره في افريقيا، وهذا وزن، هذا وزن يعني تكون عندك كلمه وضغط. نولي لك البلعيد، شوف لاعبين الكبار وضيعوا ضربات الجزاء، شفنا يعني واش صرا المحيوس في هذيك الكاس يعني الشان المحليين اللي ضيع يعني ضربه جزاء، وانا نقول بلي محيوز من احسن لاعبين في اتحاد العاصمه اللي ضرب ضربات الجزاء، ولكن ما قاسهاش مليح، مالك مونك دو اكسيد كونفيونس ولا مونك دو كونفيونس، ما تقدرش تعرف واش صرا. بالعيد شفناه بلي يعني كان مرتبك نوعا ما، ضيعها ما ضربش من كيما موالفي ضرب، هو يضرب الفوق في الزاويات خاصه على الجهه اليسرى تاع الحارس، ولكن غير وضرب، حب يضرب بقوه باش يضمن التسجيل وما سجلش. الحمد لله يعني ما كانتش سبب لي ما توجش بها اتحاد العاصمه، الحمد لله رغم هذا التضييع الفريق يعني عرف يصمد وتاهل. شوف كل الامور خلات عند اتحاد العاصمه، شوفوا الطاقم الفني يعني تفرح كي تشوف يعني كلهم لاعبين قدامى ولاعبين دوليين، حاج عدلان زميتي بالملاط من شيخة، كلهم يعني لاعبين قدامى. من الطاقم الفني يا حسين يا عاشو، لدينا تصريح المدير الفني عبد الحق بن شيخة في الندوة الصحفية بعد نهاية اللقاء، تحدث عن فريد زميتي مساعد المدرب، نستمع ماذا يقول بن شيخة. احنا عندنا حاجة واحدة نتلموا عليها سوريا، هي وسوم اورو، لان بعد سنين جبنا هاد الشعب ديالنا، وبعد سنين تعرفوا من عبد القادر سعدي، من رضا عبدوش، من مزيان، عندنا غران ستاف تكنيك دي ولاد عائله خدامين، ان غران زميتي سي لو سيرفو دو ليكيب دو ستاف، و جو فوا با زميتي ما يخدمش في الجزائر اونترينور، يعني سي دي كيسيون ا بوزي. وبن شيخه ربما مندهش لسبب وجيه، وهو زميتي يقول بانه العقل المدبر في التشكيله، يقول بانه يملك امكانيات كبيره، ويتحسر ويندهش من عدم يعني اعتماد الانديه الجزائريه على فريد زميتي ياسين معلومي. الكفاءه الجزائريه، نعود في كل مره في الاستوديو نتحدث عن المدربين الجزائريين، الكفاءه الجزائريه، حققنا كؤوس افريقيه في الانديه من توج بها كلها بمدربين جزائريين الا يعني مرة واحدة جوني فشاي مع شبيبة القبائل، هذا يدل على أنه المدرب الجزائري المدرب المحلي لديه مكانة، لديه إمكانيات، أليس كذلك يا سيد مالك؟ طبعا لا، هو شوف لما جاء عبد الحق بن شيخة الاختيار تاعه كان على الطاقم المحلي، عكس بعض المدربين اللي يقول لك لا أنا نجيب معايا واحد اسمه أجنبي ولا بيباراتور فيزيك من هي ولا إلى آخره. زيد حاجة أخرى، أنه كما قلنا اسمه الأسبوع، انه حتى في البطوله تاعنا رؤساء الانديه الى اخره
كلهم عندهم سكون ابل ان كومبلكس عقده مع الناس اللي يعني المدربين اللي جوه من برا. ماذا قدموا لحد الان يا ياسين المعلوم؟ شوف انا معليش ندخل في هذا الموضوع. تفضل. انا دائما مع الكفاءه الجزائريه، لو الكفاءه الجزائريه يمدوا لهم صلاحيات ويوفروا لهم الامكانيات اللي يعطوها المدرب الاجنبي راح يقوموا بعمل كبير. والدليل على ذلك شوف الاستحقاقات اللي كانوا بمدربين جزائريين ادوا المشوار كما لازم. والان نقول لك كما قلت لك مانيش ضد المدربين الاجانب، ولكن لما تجيب لي مدرب لازم يكون ذو كفاءه، الاجانب يكون كفاءه عاليه، احنا كمدربين نستفادوا منه. ولكن احنا المدرسه الجزائريه والكفاءه الجزائريه ما من اللاعبين القدامى ام يدور المشكل عبد الله هو حتى الامكانيات التي تمنح للمدرب الاجنبي لا تمنح للمدرب المحلي. هذا هو المشكل. احنا نطلب من هاد المسؤولين وخاصه رؤساء النوادي ديروا الثقه في المدرب الجزائري، الكفاءه الجزائريه عنده امكانيات ومؤهلات كبيره صحيح. كثير لو توفروا له الامكانيات وتعطوا له لا كارت بلونش يخدم تخليه يخدم ما ديروش عليه ضغوطات. حنا دوك هنا المدرب الجزائري يعمل بدايه الموسم مقابله زوج ثلاثه اوب كبش الفيدا هو المدرب باسكو ما كانش ريزلتا. هنا حوسوا وين راهو الخلل، وراه الخلل بالك المدرب مازال ما خرجش المرحله تاع التحضير، مازال اللاعبين مازال ما كانش اداتاسيون مع هذا طريقه العمل للمدرب صحيح. ولكن اسمع هذه ماشي غير في سن الاكابر، مام في سن الصغرى لو كان المدرب هذو لي جون كاتيجوري تعطيه المدرب للمدربين غير المدرب الجزائريين توفر له الامكانيات عبد الله وتعطي له ان صالار محترم راح يبدعوا ويخرجوا لنا لاعبين كبار. ولهذا نقول لك انا دائما مع الكفاءه الجزائريه ويعطوا لهم امكانيات وظروف العام والاهتمام ايضا عبد الناصر والاهتمام. من بين الكفاءات الجزائريه التي قدمت الكثير ياسين معلومي لكره القدم المحليه المدرب كمال مواسى معنا الان عبر خدمه الهاتف المدرب القدير كمال مواسى. اهلا وسهلا بك كوتش عبر قناه الشرق الاخباري. السلام عليكم سي ابراهيم. وعليكم السلام كمال مواسى. نتحدث عن المدرب المحلي، عن الكفاءة المحلية التي ربما ينظر إليها بطريقة غير لائقة، نقولها بصراحة بدون لغة الخشب. نتحدث بمصداقية وبموضوعية هنا في استوديو الشروق الإخبارية. كل يعني التتويجات القارية للأندية الجزائرية حققها مدربون جزائريون إلا يعني تتويج واحد كان مع المدرب جون إيف شاي، لكنه العمل الكبير يعني كان بمدربين وطاقم فني قبل أن يأتي هذا المدرب. كنت من بين المدربين الذين منحوا أيضا الألقاب القارية للأندية الجزائرية مع شبيبة القبائل بطبيعة الحال. أولا قبل أن نمر للحديث عن هذا الموضوع كمال مواسى، كلمة عن تتويج فريق اتحاد الجزائر بكأس الكاف أمس أمام فريق يونغ أفريقيا. أولا تحياتي للضيوف تاعك اللي عندي مدة ما شفتهمش، سي ياسين سي حسين وسي عبد النور. وبالمناسبة نهني ثاني سي عبد النور على الصعود تاعو للقسم الوطني الأول، وأنا نظن السهل هذه لأن قلت عنده مدة ويخدم في الخفاء، وهذا كيف سي لونتينور جان أومبيسيو وتري كومبيتون. اما كنت نتكلم نسمع بيت في حسين كان يتكلم على الثقه تاع اللعب في قريه الميدان، لما تكون الثقه الجواري بار ريسبونسابيلتي تاعو ويبقى مركز الى نهايه المباراه. انت يا سي حسين عندك امكانيات كبيره وراك فوق ارضيه الميدان، شافي تي براف يعني واحد نقد واحد ما يقدر يتكلم عليك. ما تقدرش تكون بريمير اكسبيرونس اون طاكو ديريجون، وانا على بالي يكون اعرفك ملي كنت جوار ديجا كانوا عندك لي كاليتي تاع فيتور ديريجون. انا نقولها لك ما تفشلش تعطيني تيرا تري ديفيسيل تاع واصل يا دربني في اتحاد العاصمه، وانا على بالي بيك اللي عاود راح تعاود ترجع ان شاء الله وتايف المدن. قلت لك بالله ما نمشي نكمل ننفخ فيك ولا اش كان. انسان خلوق، انسان مربي، انسان ان كرون تالون تاعنا في الفوتبول. قلت له وما عنده لي كاليتي باش يكون ان كرون من اردوم ومام كوم اونترينور. دونك ما تشلش حتى انت شهاده نعتز بها يا شيخ. فوالا. اما فيما يخص اتحاد العاصمه نظن البليز امبورتون تاعهم هو النجمه الاولى اللي يدورها يعني بعد سنوات طويله،
وبعد قلت لك الاجيال اللي فاتوا اجيال ربما كانوا اقوى واكثر خبرة على الجروب هذا اللي خرج جديد. وانا كلم الحمد لله انا نظن الاتحاد العاصم كيف كيف كان صبور صبر واليوم الحمد لله انا نظن هاو جاب النجم اللي كان الناس ينتظر فيه منذ سنوات. دونك ان شاء الله يوصلوا كما هك وانا جاب لي ربي عندهم جيل ان شاء الله يحافظوا عليه. والجيل هذا تاع اتحاد العاصمه راح يفكرني في جيل تاع شبيبه القبائل اللي كونها انا في الجزائر كترنا الجزائر الدميل تاع قواوي زافور دريوش بالقايد راحوا عز بن حملات النازف بزاز هذا نفس الجيل لانه نظن من بعد داو ثلاث كؤوس متتاليه والحمد لله كان عندي الشرف اللي كنت اول انسان اللي بدا بالجيل هذايا فوالا ومع منسات كما قال لك او بارك حسين مازال يشفر لما بديت انا في شبيبه القبائل في ظرف 15 يوم خسرت زوج نهائيات نهائي كاس الجزائر ونهائي البطوله ضد اتحاد العاصمه وضد مولوديه الجزائر الشيء اللي كان خاصنا في الوقت هذاك الجيل هذاك هو نقص الخبره ماشي مؤثرين بالمباراه النهائيه وكان بالك في الجينيرال مو في لي فينال كما كاين بوكو ديموسيون سي با لا بريسيون مي سي بوكو بلوس لي زيموسيون اللي ربما يخليو بعض الشبان يعني يفقدوا الامكانيه تاعهم في الاوقات الحساسه. دونك انا نظن الفاكتور اسونسيال هو دابور سي لا ستابيليتي تاع ليفيكتيف لا ستابيليتي تاع لونكادرمون وانا نظن الشيء اللي كان خارج والمدرب المحلي هو الذي يحقق الالقاب القاريه. الى متى نواصل بعقده المدرب الاجنبي في الجزائر؟ يا اخي درك هذا كما كان يحكي يقول سي عبد الله تو ديبون دي ريسبونسابل دو كلوب هما اغلبيه الناس انا قلت لك هو المسؤول يخمم على نفسه هو ما يخممش على الفريق ولا المدرب تاعه هو دوك ديك الى موفيرج طاولة كان باش يتهرب يقول لك انا جيب اجنبي باسكو يجيب الاجنبي شغل جاب انجيلي فربان سي تادير سي بون اللي بروتيجي وحنا على بالك عندنا عقده بزبيد لونتينير ترونجي وخاصه ما نهضرش على التونسيه ولا المغاربة ولا الاساتير العرب بصفه عامه ولكن خاصه الاجنبيين والاجنبيين يجيبوا اموال كثيره صحيح وشوفوا واش النتائج تاعهم دونك هما كيجيبوا يجيبوا دي زونتينير باش يديروا بهم فيتري ما يجيبوا دي زونتينير باش يكونوا دي زيكيب ولا يحصلوا على النتائج على التتويجات. دونك او ديبار على باله كيجيب ان زونتينير اجنبي راه جاب شغل قلت لك انجيلي باربال راه مالي ميتنو الالجيريان رجع على بالك دابور سي ان باسيوني يحب خدمته ويحب ليكيب تاعه ويحب بلاده والله ما قضية مدى انا نقول لك باسكو حنا جينا من الله حنا لونتينر شو يطلب؟ يطلب الثقة ويطلب التقدير ويقيموها برك والله صحيح. ما يجيبوها على الدراهم انا نقولها لك اغلبية المدربين والله اول حاجة اللي يخمم فيها هو النجاح تاعو في الفريق والتكوين تاع اللاعبين اللي عنده. دونك ميتنو الاجنبي اللي قلت لك ما جاش سي فري سي ان لونتينر بروفيسيونيل اول حاجه اللي يشوفها هي الدراهم. فوالا دونك يجي يسينيو دي كونترا يسون بروتيجي بار لي كونترا كيف عندهم كونترا ليغاليزي بار لا فيفا يجي يخدم كيما يحب يخدم مرتاح ومن بعد يولي له مشكل كبير اون كا وين ما كانش لي ريزيتا يخافوا يقيسوا برفاك على بالك وصار ديجا لبعض الفرق لو يقيسوا ها راه يخلص الدراهم يخلصوا في لا ديري دي كونترا تاعو كامل. فوالا انا نظن انا ما نهضرش على المدربين الجزائريين انا بالك كان عندنا نقص بعد الاستقلال جاو لي زونسيان جور تاع الفنان وانا نظن عرفوا كيفاش يكونوا دي جور وعرفوا كيفاش يكونوا اون ميم طون دي زونترينور وشفنا سادير الفروي تاعهم ديرو لا ريفورم ولا بريمير كاليفيكاسيون كوب دي مون شفناها كيفاش جات اليوم بالك كان عندنا فارغ ولا كان عندنا نقص في مخصوص المدربين ولكن كان عندنا احسن ان سيتي اون افريك اللي قلت لك وكان عندنا لي مير بروفيسور كان يجيبوهم هنا لي اس تي اس فوالا وخروا كونوا دي زونتينور هما عندنا دي زونتينور مكونين وعندنا انا رسيت تري تري بون فورماسيون كانوا عندنا دي بروفيسور قلت لك بارمي دي زيكسبير ايمينون وريكوني اترافير لو موند. دونك اليوم كانوا مام اجنبيين يجيو يديروا التربوسات تاعهم والتكوين تاعهم هنا في الماء تاع الجزائر. اليوم عندنا مجموعه تاع مدربين اللي راهم مكونين وزادوا كونوا دوتر زونترينور. اليوم اش يدير خويا؟ يفو لو فير كونفيونس وكما قال لك اعطيه لي مويان ساندو واعطيه الوقت الكافي. صحيح تفضل ياسين.
مساء الخير كمال. عندي برك ليك واسمه ام تيت كاسيون. كنت قلت في الديبي دي سيزون باللي هذا العام اتحاد عندنا با يلعب على الصعود، واش خلاكم ما واش ما تطلعوش هذا العام؟ ولا الدوسي تاع لا دوسي كبير. لا مش تاع تدخل. انا نقول لك شوف والله عندنا بالناس من برا كل اللي يشوفوا يقول لك فريق كبير، وسي فري عندنا فريق كبير، عندنا جمهور كبير، المنشآت ما شاء الله، ولكن العام هذايا راه فوتنا عام تاع جحيم. اولا لو كلوب عنده 13 مليار دو دات ممنوع ريكروتي، 95% تاع ليفيكتيف تاع العام اللي فات غادروا الفريق، ما عندناش وين ندربوا. وبالمناسبه نشكر انكور السكان مدينه بوحمرة اللي كانوا ساكنين يعطيونا الكريو دونترمون تاعهم، وهما يبقاو يستنوا حتى نكملوا لونترمون. وفريق بوحمرة سي تنكارتي في علبه اللي نباركوا له كيف كيف، راه صعد الى القسم الوطني لانتر ريجيون، فوالا لعب الفينال بينه وبين صدرته، وراه ضمن الصعود تاعهم الى القسم ما بين الرابطات. هذه من جهه. دونك حنا واش درنا؟ الامر لي كونت بلوكي او ديبار، لي كونت بلوكي، ني ساج ني ريكروتمون ني تيران دونترمون ني ترونسبور. دونك حنا بار ريسبير سو كلوب، بار ريسبير سو كرون بيبليك، وتحب ولا تكره هذه ليكيب كيما قال لك نعرفها مليح وخدمت فيها، وعلى بالي واش ينتظروا منا الانصار. كي مشينا الناس اللي كانوا يسيروا في الفريق الموسم الفارط حلف او ديبار قال لك والله ما ديما راهو، ومن الحمد لله كما قال لك بالمجهودات اللي قاموا بها اللاعبين والمجهود اللي قمنا بها ديما رينا. قال لك الكاتريام ماتش لا بريمير ايكيب لي طيح هي اللي سمعنا بها. 13 جورني كلاسي دوزيام، خمس شهور دورو لا بون، كاين معاناه بدات من الولايه، كاين معاناه من كما قال لك، ولي كونت كانوا بلوكي. دونك راه انت صبر اللاعبين هذوما مده خمس شهور. ولكن مع الاسف حنا لي زادفيسير تاع لي اس ام علابه ما كانوش شرتينا. الناس اللي كانوا يشرفوا على الفريق هذايا اللي خافوا على الفريق هذا يعاود يرجع للبلاصه الحقيقيه اللي ولا ديفيزيون ان، وبداو بالمشاكل. فوالا ايماجيني معايا واش حياتي كامله في فوتبول، الشيء اللي عشته لا هذا ما شفته. نلعبوا في ورقه رابحين الانصار يبعثوا لنا، موش الانصار شبه من الانصار، حنا رابحين يسبوا في الجوار، اربعه بزيرو يسبوا في الجوار، خمسه بزيرو يسبوا في الجوار، ثلاثه بزيرو يسبوا في الجوار. هذا موش القص تاعهم. حبوا كاينين اشخاص اللي يستعملوا بعض الافراد اللي ربي يهديهم باش يعرقلوا ليكيب هذيا، باش يغطيو العيوب تاعهم ويغطيو الديون تاعهم ويغطيو باسكو راهم كل تحت الرقابه القضائيه. انا نقول لك، انا قلت لك انا لو نجبد لو سوجي تاع لي سان سوجي تاع شي طويل. واليوم الحمد لله قلت لك افيك عندي دي جور 2005 2004 2003 2001 اللي راهم يلعبوا سينيور، والاغلبيه تاعهم كل من عنابه. فوالا والفضل الكبير، الفضل الكبير، الفضل الكبير يرجع لوليدات هذوما اللي عرفوا قلت كيفاش، رغم ان فقنا المسؤوليه مع الأغاني الجميلة لاتحاد الجزائر الذي أسعد الجزائريين أمس بتاج القاري الأول من نوعه في تاريخه، والأول لكرة القدم الجزائرية منذ 2014 عن آخر تتويج كان بطله فريق وفاق الصيف. وأيضا الكرة الجزائرية لم يسبق لها وأن توجت بكأس الكاف في نسختها الجديدة، استحدثت سنة 2004. لدينا صور للصحافة الأجنبية التي تفاعلت مع تتويج فريق اتحاد الجزائر، لدينا هذه الصور نتابعها سويا للصحافة الأجنبية، سوف نتابع هذه الصور بعد قليل. الأغنية التي رافقت صور تتويج الاتحاد أعجب بها كثيرا حسين آشو، وقلت بأنه اتحاد الجزائر مميز في الميدان بالألوان وفي الأغاني أيضا. كل أغاني جميلة، كل أغاني جميلة ومؤثرة، جميلة ومؤثرة في نفسية اللاعبين السابقين. ها هي صور الصحافة الأجنبية، صحيفة الوطن المصرية أشادت بتتويج اتحاد الجزائر بالكأس الإفريقية وكتبت بالبنط العريض: اتحاد العاصمة يتوج بكأس الكونفدرالية لأول مرة
في تاريخها. صورة أخرى لوسائل الإعلام الأجنبية التي تحدثت بإسهاب عن تتويج فريق اتحاد الجزائر. موقع وين وين القطري: اتحاد الجزائر يكتب التاريخ ويتوج بلقب كأس الكونفدرالية. صورة أخرى لموقع كورة الشهير: اتحاد الجزائر يخطف كأس الكونفدرالية بسيناريو عصيب بطبيعة الحال لأنه نهزم بهدف دون رد. موقع فوت أفريكا: اتحاد العاصمة فوق سقف إفريقيا. صورة أخرى لتفاعل وسائل الإعلام الأجنبية: راديو فرنسا الدولي كتب اتحاد العاصمة يهدي الجزائر أول كأس كونفدرالية في تاريخ كرة القدم الجزائرية. كما قلنا مشاهدينا، بعد استحداث هذه المنافسة سنة 2004. هكذا كانت تعليقات وسائل الإعلام الأجنبية على تتويج فريق اتحاد الجزائر. التهاني أيضا تهاطلت بطبيعة الحال من أندية جزائرية: تهنئة شبيبة القبائل لفريق اتحاد العاصمة، تهنئة أخرى أيضا من شباب قسنطينة، تهنئة أيضا من فريق وفاق سطيف، من الرابطة الوطنية لكرة القدم، من أولمبي شلف. الجميع هنأ اتحاد الجزائر بعد هذا الإنجاز القاري الغير مسبوق في كرة القدم الجزائرية. إن شاء الله يكون فعل خير بالنسبة للاتحاد وبالنسبة للأندية الجزائرية. هناك صورة ياسين معلومي صنعت الحدث أمس بملعب 5 جويلية، لم تكن لتتويج الاتحاد ولا للفريق المنافس ولا لعبد الحق بن شيخة، لمدرب آخر لنادي أجنبي اسمه مولودية، أو نادي جزائري اسمه مولودية الجزائر، مدرب أجنبي. هذه الصورة نتابعها لباتريس بومال، كان حاضرا أمس بملعب 5 جويلية، ليس في مدرجات الملعب لكن داخل أرضية الميدان، كان يعني ينقل ويتحدث عن هذه المواجهة لقناة أجنبية، قناة فرنسية، مكتوب في أسفل الصورة: باتريس بومال أنفوي سبيسيال أنجي، مبعوث. ياسين معلومي، مبعوث. ماذا يعني بالتحديد هذا الذي قرأناه الآن؟ شوف، ربما مش المرة الأولى، كاين مدربين كانوا يديروا، شفنا بزاف مدربين، شفنا اللي كان في اتحاد العاصمة تاع مارسيليا هذاك كوربيس كان يعمل، ولكن مش بالطريقة هذه. أنا نظن جا هذه الكاف، هذه يعني الكاف، جا مدرب يشتغل في مولودية الجزائر بعقد ينتهي نظن السنة القادمة. أنك تجيب الطريقة هذه أنا نظن حاجة غير مقبولة. سمعنا اللي شفنا، كنا نقرأ اليوم رئيس مولودية الجزائر قال لك لا احنا مدي لنا اسمه الأوتوريزاسيون. أنا معلومة عندي تقول لك مسؤولين في السوناطراك غاضبين جدا على الطريقة هذه. أنك وش معناها مدرب؟ يعني مدرب أنت اليوم جيت تشتغل، عندك لقاء يوم الثلاثاء، عندك لقاء في البطولة يوم الثلاثاء، وانت راك تلعب على الأقل احتلال المرتبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، مخلي اللاعبين تاعك، مخلي النادي تاعك لذا، وتجي وشكون انت مدرب تعمل تصريح مع مدرب واسم واحد آخر. أنا هنا مكمن الخلل ياسين معلومي، عندما نقول يعني يعمل لقناة أجنبية لكنه مدرب فريق عريق في الجزائر اسمه مولودية قناة الكاف. قناة الكاف، نعم قناة الكاف، لكن كان يعني يعمل لحساب قناة أجنبية، قناة كامان بلوس الفرنسية. لكن المشكل أولا فيما كتب أسفل الصورة، يعني اسم المدرب باتريس بومال، ها هي الصورة نعيد متابعتها. كان مدرب سابق اتحاد العاصمة، نعم أنفوي سبيسيال. أكيد باتريس بومال ليست المباراة الأولى التي غطاها لهذه القناة، لكن المشكل في أنفوي سبيسيال يعني موفد القناة، وإحنا نعرف موفد القناة يكون صحفي ياسين معلومة، عندما تحكم ميكروفون وتحاور أيضا مدرب الفريق المنافس، ماذا يعني هذا؟ هذا أنا نقول لك حاجة، تفضل اسمح لي عبد الله دومينوت عبد الله، هذا استمونك دو ريسبيتو دابوا بو لو كلوب بو لي سيبورتي تاع المولودية بو لو ميتي تاعنا حنا تاع اسمه الجورناليزم. هذا استمونك دو ريسبي. اليوم انت مدرب، اليوم انا ما نجمش نشوف مثلا هذا مدرب غدوه حاكم الميكرو ويجي يدير كذا. هذا سي لو ميتي، هذا عنده ميتي واسمه دونتينير، كان دون دي زيكيب ناسيونال، كان دون دي كلوب، كان الاخير. احنا نعرفوا هذا باتريس بومال مدرب مولودية الجزائر، حتى لو إدارة المولودية مدت له اسمه الاوتوريزاسيون، سي تامونك دو ريسبي. نعم عندنا يعني تفضل يا عبد النور. هذه كما قلت لك نقص الاحترام لقيمه المدرب طبعاً. وللنادي، لانه مدرب فريق كبير اسمه،
ولودية العاصمة. لكن المشكلة رئيس النادي يقول الأمر عادي، عندنا صورة يعني ما نشره ما رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر حاجر جمع عبر تويتر، لدينا صورة نتابعها إن أمكن. صورة حاجر جم ماذا نشر عبر تويتر؟ هاي الصورة. قال حاجر جم: في وقت يركز فريقنا على المباراة القادمة يسعى البعض للتشويش على التشكيلة، ولكن أهدافهم معروفة لدى أنصارنا الذين يبقون مطالبين بالالتفاف حول الفريق أكثر من أي وقت مضى. يضيف حاجر جم في هذا يعني تصريح توضيح: المدرب بومال تواجد في ملعب 5 جويليا بترخيص من الإدارة للعمل كمحلل لقناة كانال بلوس الفرنسية ولأهداف أخرى تخدم الفريق. أولا حجر جم يقول بترخيص من الإدارة، لو لم يكن هناك ترخيص من الإدارة هزولتي. ولكن الجملة الأولى، نعم الجملة الأولى، في وقت يركز فريقنا على المباراة القادمة. أنا نظن التركيز على المقابلة القادمة لمولودية الجزائر مش بالطريقة هذه. أنا نظن هذا هو لاعب دولي سابق وهو مدرب تاع نادي اللي حقق صعود. التركيز المدرب لازم يكون مع النادي تاعه، مع النادي تاعه. ماذا ستفيده مباراة اتحاد الجزائر ويونغ أفريكانز في المباراة القادمة أمام شبيبة القبائل؟ الديربي يا روجي من بعد والديربي حسين بكري. ألا تختلف المعطيات؟ نهائي كأس إفريقيا يونغ أفريكانز. شوف هذه الأمر أنا نشوفوها. أنا تاني تحيرت لحبيب باي اللي هو مدرب ريد ستار، شيء عجيب يعني تلقاه يعني في ملاعب أخرى ودير الكاسك وتلقاه في البلاطو. نظنك لما تكون مدرب ما يكفيكش الوقت لهذه الأمور. نعم تفضل عبد النور. أنا قلت بطبيعة الحال المقابلة كان مقابلة هامة خاصة بين دربي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. مي هذه المقابلة ما ماشي في نفس الظروف، هذه مقابلة إفريقية وهي مقابلة محلية دربي عاصمة، وتعرف الدربي كيفاش يحضروا كل لاعبين يكون عندهم موتيفاسيون سبيسيال باسكو يلعب كوساسوا 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 المدربين او الاخر. والمدرب لما يرى هذا كمبعوت من الاحسن يكون في المدرجات باش يشوف المقابلة المعمول به. عبد النور في يعني أوروبا عندما نقول يعني المدرب الفلاني كان يحلل المقابلة يحلل رفقة صحفي. نعم. صحفي هو من يأخذ الميكروفون وهو من يحاور المدرب وهو من يحاور أيضا المدربين الراجعين. إبراهيم نعم. سؤالي لك أنت فضل. أنت اللي كنت في الموسم الماضي في البطولة الإيطالية، هل شفت هذا؟ مستحيل مستحيل. كل اللاعبين السابقين سواء إيطاليين أو إسبان أو فرنسيين أو ألمانيين يكونوا مرفوقين في استوديو داخل الميدان بصحف القناة التي تعمل أو في المدرجات يعني يكون مع أو في المدرجات مع صحفي أو معلق، يعني يكون مرفوق دائما بصحفي أو معلق ويعطي له الفرصة ليحلل. نعم. ليس نعم. ليناقش ما يكونش هو المسؤول الأول على ويحاور ويحاور هذا هو الفرق. وأيضا لا كاين لاعبين تيريون ولكن ما يعملوش مدربين. لا يعني. وش علي حسين تيريون يستنطي نادي فوتبول بصح كي ما يكونش يخدم حسين الدواء ويديروش يحب صح. في حالة واحدة الأول المدرب هذا ماهوش يعمل عادي ماهوش يعمل عادي. القناة تبعتوا لتغطية المقابلة ما فيش إشكال، ولكن أنت عندك عندك مسؤولية وعندك مسؤولية وخاصة مع فريق كبير وكبير جدا تروح تعمل دور تاع ما يكفيكش الوقت. ما يكفيكش الوقت نعمل ولكن واش صراحات تاع المسؤول الأول على المولودية يقول لك هما عطاو له الترخيص كما يقول لك كأدرى بشعبي هذوك هما على بالهم واش داروا، ولكن هذا العمل غير مقبول. نعم غير مقبول، خاصة وأنه هناك مواقع أجنبية تحدثت عن باتريس بومال. لدينا صورة لموقع سكاي نيوز عربية تحدث عن باتريس بومال ويعني ما حدث أمس في ملعب 5 جويليا. ياسين معلومي: ليلة تتويج اتحاد العاصمة غضب بعد ظهور غريب لمدرب الغريب يقسم يعني مولودية الجزائر. ظهور غريب يعني الطريقة. أنا أعتقد بأنه ياسين معلومي المشكل في كل ما حدث أمس هو يعني كتابة
يعني العمل الذي قام به المدرب أونفوي سبيسال وهو نمامو يقول بطريقة مباشرة محلل القناة الفلانية. لا ولكن مشكل اسمح لي أعتقد الإشكالية هنا ما دقيقة دقيقة ما نجموش نديرو حسين ناشي محلل القناة ويجي قاعد وحده واسمه هو يهضر ما ينجمش. المحلل هو ستان كونسلتون مع لي جورناليست يدون واسمه يهضر واش يحب لا فيست فوتبول يهضر واش يحب. ولكن أنك تجي في فينال تاع لا كوب دافريك والناس قاعد تشوفها لي تيلي سبيكتات سيت تاع لاكا في الدنيا كامل تشوف انت بالميكرو تاعك هذا. انا لي لو فعلها مدرب جزائري شلون لو فعلها مدرب جزائري نوض القيامه او اذا انا نقول لك حاجه لو قل لو كان دارها مدرب جزائري يقال تمتم او من قبل ما يكمل حتى واسمو ستوديو تاعو تمتم واسمو ينحوه سبحان الله. شوف احنا الكره الجزائريه هي ابراهيم انا دائما واسمو نهضروا عليها هذا بوتستن ديتاي هذا ستن ديتاي وصار الفوتبول تاعنا. وين قلت نقول لك حاجه مدرب تاعنا ما يديرهاش. احنا قلنا دائما رؤساء الانديه جوين كومبلكس عقده عندنا عقده مع المدرب الاجنبي توجور. وين نقول لك حاجه انديه اليوم انديه تاعنا اليوم يتخمم كيفاش نحي المدرب المحلي ويجيب مدرب اجنبي. انا نمد لك مثال جو ميشيل كافالي هكذا ونمد لك الي ميشيل نمد لك اسيدي الي ميشيل قول لي الي ميشيل اليوم وراه يخدم. حبيت نعرف انا حوست كاع شوف قلبت الانترنت على الا ميشيل والله ما لقيته والله ما لقيته. ايوا انا ما لقيتوش انا والله ما على بالي يخدم بصح انا والله ما صبته بصح انه ضغط دوك واش تسمع به يلا في لوتو دالجيري اليوم دا كامل لي كلوب ما كان ريزولطا ما كاين كذا وعندنا دائما عقده مع المدرب الاجنبي. عقده المدرب الاجنبي لا زالت تطغى على المسؤولين لا نقول كرة القدم الجزائرية نقول المسؤولين على الأندية الجزائرية. لدينا موضوع آخر بحضور الميستر عبد النور. نحن نقول الميستر لكل المدربين الجزائريين أصحاب الكفاءة ميستر يعني المدرب الكوف النجم بن عكنون يحقق صعودا تاريخيا إلى الرابطة المحترفة الأولى. يعني الفرحة كانت كبيرة عبد النور. بطبيعه فرحه كانت كبيره وكبيره جدا في عند اللاعبين وعند الطاقم الفني على الطاقم الاداري وخاصه عند سكان بن عكنون كبير وصغار نساء شيوخ كلهم غمتهم فرحه كبيره تشوف لي فامي في لي بالكون يفرحوا ويديروا زغاريد بمناسبه هذا اللقاء لانه مقابله كانت تاريخيه وخاصه الصعود جاء في اخر جوله ومع المنافس المباشر كنا مسابقينه بنقطه واحده وهو اللي عمل كل ما فيه وسعه بهذا بدون ما نقص فريق مستغنم لفريق لاباس فيه فريق منظم عنده قاعده جماهيريه كبيره ادى مشوار لاباس به ولكن في الاخير تمكنا باش نديو هذا الصعود بفضل المقابلات اللي تفوقنا على الخصم هذا في الذهاب وفي الاياب هذا عن جدارة ثبتنا بان فريق بن عكنون يملك فريق لاباس به فريق معتبر بلاعبين مزيج بين الشبان والخبره ونشكر كثير وخاصه اللاعبين المحنكين مثل وكالي بوغاش مكلوش حشود اللي ادوا دور كبير في المجموعه كوساسوا داخل الملعب او خارج الملعب في التدريبات كانوا القدوه الحسنه لكل اللاعبين. بن شريفه ايضا لكن نفس الشيء مع بن شريفه اللي صالوا وجالوا تملكون لاعبين مميزين عندهم خبره وبن عكنون يملك ايضا مدرب محنك. يعني هل تشعر بثقه الاداره للمستقبل؟ يعني الصعود هناك مسؤولية ثقيلة الآن قادمة بعد الصعود. شوف احنا في بن عكنون الشيء الإيجابي واللي خلانا نمشي للأمام هي الثقة التامة اللي موجودة بين المدرب والطاقم الفني وكذلك الاحترام الموجود داخل المجموعة بين اللاعبين والطاقم الفني. ما عندي طاقم فني لاباس بهم ولاد فاميليا خدامين يحبوا العمل هذا يمام الطاقم الطبي الكل كنا عائلة واحدة الهدف تاعها هو النجاح ولهذا الإدارة وين وفرت لنا كل ظروف العمل وسائل العمل مام بدون ما ننسى الممول الرئيسي لاسي على رأسهم
عمي رابح ولا فامي علام هما اللي عطاو دفع كبير لهذه المجموعه، وخاصه من جميع النواحي وفرونا كل الامكانيات. اما فيما يخص هنا الاداره فاتفقنا معاهم وهضرنا معاهم منذ بدايه الموسم، ما كانش هدف الاول هو الصعود، كان هدف ضمن البقاء، ولكن مع مرور الجولات ضمن البقاء بلاعبين كهؤلاء بحشود ببن شريفة بمكلوش ببوغاش. بطبيعة الحال احنا في الأول الإدارة أردتم إبعاد الضغط ممكن كذلك ما نديروش ضغط كبير على اللاعبين، احنا مأمنين بهاد اللاعبين اللي رايحين يقدموا الإضافة، ومع مرور الجولات اتضحت الرؤية والعام والخاص عرب اللي بنعكون راه شمر على السواعد تاعو راح يلعب ورقة الصعود. مرتبط بعقد مع نجم بن عكنون اللي غاير؟ والله احنا في النادي اللي هو سميته الهاوي ما كانش عقد، ولكن هناك عقد معنوي كبير بيني وبين الإدارة اللي نشكرهم على الثقة اللي وضعوها فيا وعطوني الفرصة باش برزت في هذا النادي اللي نقول لك نادي هاوي محترف بأتم معنى الكلمة. هو الشيء الإيجابي فيهم هو حسن تسير لا بون جيستيون تاع النادي. ونزيد نعطيك حاجه باسكو الناس دوك يشوفوا بن عكنون راهو سعد عنده امكانيات كبيره اموال ضخمه. شوف احنا اللي جوان عندنا دي سالار مويان، مي الحاجه المليحه كو كل حاجه في وقتها، ميم لي بري دو ماتش نديهم في وقتنا لي سالار لي جوار يخلصوا، ما عندناش اشكال. هذه الاداره لعبت على هذه النوعيه وين خلات اللاعبين ما يركزش على الجانب، يركز على العامل. نعطيك حاجه من العامل، مي مضبطين تغلط تخلص مع الاداره تاع بن عكنون. ماذا حدث بعد مباراه وداد تلمسان؟ والله شوف احنا وداد تلمسان بدون ما نتهم اي طرف رحنا قضينا الليله في فندق زيانيين والحمد لله اللي خرجها بسلامات. لما لعبنا المقابله بعد انتهاء المقابله مباشره انطلقنا للجزائر العاصمه، ولكن بعد نصف ساعه او ساعه اللاعبين بداوا يشتكوا كلهم، بداش اللاعب ساعه الغارديان ثم لاعب ثاني باسهال كبير، وعمت هذا الاسهال عمه على كل المجموعه الطاقم الفني وحتى الشوفير تاع البيس نفس الشيء. ايماجين ديمارينا على 8 تاع الليل من تلمسان وصلنا على 7 صباح، كل شوف نمشي 5 امتار احبس، تمشي كيلومتر احبس، وخاصه ليردوج تمام بعاد شويه ليردوج بعاد شويه والله مول فين نحبسوها في الطريق هكذا، باسكو تشوف ما قدرش يحكم روح. لو في الاخير تشوف انت المسؤول على الطاقم الطبي هو في الاخير اغمي عليه، والله العظيم واحد الصوره شفناها حقيقه عيش نجاحين في الطريق من ناحيه الاسهال هذا. فعلتوا دعوه قضائيه ضد دوك الاداره؟ عملت واش لازم، ولكن احنا ما نشوف ما نقولك ما نتهموا اي طرف، احنا باتنا الطرف المتهم الاول هو الفندق، احنا الفندق واش كاين دوك هما رايحين يديروا زاناليز يشوفوا، والقضيه ان شاء الله جيب لي ريزولتا. ما تخلاوش على القضيه بما انكم حققتم الصعود. والله هذه انا ما خرجت نتكلم عليها، مدرب هو يعني مدرب، الاداره هي على بالها ادرى واش تعمل. نعم اداره نجم بن عكنون يجب ان تفكر ايضا في الموسم القادم، يعني من خلال الاستقدامات، هل تحدثت معها بخصوص هذا الامر؟ هل هناك لاعبين محددين تريدهم في التشكيل الموسم القادم؟ هل انت مقتنع بالتشكيله الحاليه؟ لانه الامر يختلف، الرابطه الثانيه للهواة والرابطه المحترفه الاولى. والله انا نقول لك بالك نقول كلام تقول لي راك تزيد شويه في الكلام، ولكن انا مقتنع جدا بهذا الفريق، اللاعبين اللي راهم عندهم مستوى كبير، وما فيش فرق بين اللاعبين اللي راهم يلعبوا في الرابطه الاولى واللاعبين اللي عندي. قادرين بهاد اللاعبين قادرين نقولوا الكلمه تاعنا في الرابطه الاولى، وقادرين نحققوا البقاء نقولها واني مقتنع بها، قادرين نحققوا البقاء بكل اريحيه. ولكن حنا دوك نعرفوا البيت جيدا، راح نتلاقاو نعديو هذا الاسبوع تاع الفرحه تاع اللاعبين، ومن بعد نطوي
الفرحه هذه الصفحه تاع الفرحه نبداو نخمو في المستقبل تاع الفريق. اكيد باللي احنا ماذا بينا دوك يكون تدعيم للفريق ولكن تدعيم مدروس نوعي مع الاداره باسكو المهم العام اللي فات مع الاداره واحد ما يدخل في الجانب التقني منذ بدايه الموسم في الاستقدامات وفي الميركاتو اللاعبين لا كارت بلونش الطاقم الفني نتشاور عندي الطاقم الفني قلت لك لاباس به ولا فاميليا قاعد حابين ينجحوا ميم سي دي زونتري شوبان اول خطره يعملوا في الفريق الاول كلهم عزيمه واراده وهذا الشيء انا قلت مع مرور الايام تقول باللي هذا الطاقم الفني عنده 20 سنه هو يعمل. انا نعطيك هذه لما اتصلوا بي نجم بن عقلون رحت لتماك اول شيء اللي هضرنا على المجموعه كيفاش تكون لي موايا واش يكونوا ومن بعد الرئيس قال لي عندك طاقم فني قلت له كان نجم ما فيش مشكل ولكن قال لي احنا عندنا طاقم فني شباب كانوا العام اللي فات في صنف الامل ولما راح المدرب بقوا سبع جبولات هما اللي كملوا المقابلات الاخيره وعملوا مشوار طيب قال لي انا ماذا بيا دونك هاد لي جون يقعدوا يستمروا وانا ما كانش عندي مناع باسكو ما يراحش الفريق باش نحي واحد نحي الخبزه تاع واحد والبريزيدون عنده ثقه تامه في هاد الفريق ويحب الخير للفريق هذا بطبيعه الحال مشيت معاه والحمد لله دوك تشوف الطاقم الفني اللي راهو معايا تقول عندنا معرفه تاع 20 سنه وحنا العام هذا وتعرفنا مع بعض في بن عكنون كل ثقه تامه كان لا كومونيكاسيون دوك ولينا نعرفوا بالاشاره على باش ندير انا وهذا هو سير النجاح تاعنا كيكون طاقم فني تكون فيه تكون متكامل تكون فيه الثقه والاستقرار ايضا الثقه والاستقرار ولذا نقول لك انا فيما يخص الموسم الجاي دوك حنا عندنا الفريق تاعنا المجموعه ونعرفوا دوك وين النقائص ممكن ندعموا بلاعبين او ثلاث لاعبين بابليس باش نقول لك راح نديروا تغيير كبير في المجموعه راح نجيبوا سبع لاعبين وثمان لاعبين هذا غير ممكن احنا رايحين نعملوا عامل الاستقرار وان شاء الله ربي يوفقنا ورايحين ندخلوا المحترف الاول اللي راح يكون جديد على هذا الفريق. ما كاش فرق بين المحترف الاول والقسم الثاني هو انا قلت فنيا نتحدث فنيا والله ما كان فرق يوجد اي فرق ما كانش فرق الفرق هو في العمل العامل تكون مام لو ريتم تسمي انا نقول لك فرق القسم الثاني هو اصعب من القسم الاول انا نقول لك بكل صراحه القسم الثاني فيه ضغوطات كبيره فيه كواليس هذه دوك فيه كواليس كل حاجه العام والخاص يعرفها انا نقول لك ما نقدرش نقول لك كاين كواليس ولا ما كاينش الكره الجزائريه احنا ان شاء الله نقولوا كل الفرق اللي تلعب تكون نزيهه وانا نقول لك من هذا الفريق بن عكنون ادى بطوله بكل نزاهه وحقنا الصعود بعرق الجبين تاع اللاعبين ونقول لك بالك عندنا 69 نقطه سجلنا 62 هدف عندنا لاعبين ممتازين ذو خبره ك حشود بوغاش بو عبد الله نقول لك حاجه عنده بلاصتو في المحترف يلعب في اي فريق المهاجم نعم عسلي شيخ عسلي نفس الشيء الاكتشاف تاعنا اللي جبناه في الميركاتو بو عبد الله هو مسجل هدف عسلي اتحاد العاصمه عسلي اتحاد العاصمه نعم وزين اعطيك لاعب اثبت على امكانيات كبيره جدا لعب في لمسان كذلك كبيره جدا هو لاعب هندي دحو لوليد معسكر العام اللي فات كان في عين تيموشنت جبناه في الميركاتو هذا اللاعب اللي يتابعوه الاخصائيين ويعمل بكل جديه راح يكون عنده شان كبير في كره القدم الجزائريه ونفس الشيء بعسلي بن شريفه اللي عندهم مستوى كبير وجالوا وصلوا في كل فرق الجزائريه في عين الهلال لمسان اتحاد العاصمه وكان الشرف انا بن شريفه مكلوش لعبوا معايا في عندي في اتحاد العاصمه ولا نقول لك الشيء الايجابي في مكلوش هو يتبعك يتبعك فريق صح معي ابو فريق وشوف نقول لك حاجه مكلوش كان بزاف اللي غلطين في مكلوش والله انسان طيب جدا ولكن يحب الفوز يحب انسان ماذا به مام كيلعب مع صحابه كرة يحب الفوز وكان المثال اللي يقتديو به في بن عكنون عندنا كابيتان ديكيب كابتن اوكالي
حكم المجموعه شوف كل لاعبين لما يهضر اوكالي يسمعوا، هذه ماشي خوف ولكن احتراما لاوكالي هنا ابن الفريق ويحب الخير للفريق. وهذه احنا تحدثت مع كل اللاعبين عبد النور بخصوص الموسم القادم؟ بطبيعه الحال ما زال ما تحسن سيبقون في التشكيله الجميع يوريد الاستمرار مع نجم بطبيعه العكمون. الحال الاغلبيه راح يبقوا في التشكيله، يقول لك 90% راح يبقوا في التشكيله، وهذ اللاعبين ما عندهمش عقود باسكو. نعم عقود معنويه، ما كان عقود معنويه ودين، لكن العام الجاي لازم عقود. اي العام الجاي المحترف الاول نزيد نعطيك حاجه، لازم عقد ليك انت ايضا. ابراهيم محترفين هذا، نزيد نعطيك حاجه، قال لك عندهم صالير، عندهم لي بريم دو ماتش، ابراهيم بروفيسيونال. ابراهيم زمرك حاجه صحيح. شوف القسم الثاني هوات والقسم المحترف الاول. هو ايضا من الناحيه الفنيه واحد اللي عنده صالير محترف صحيح. انا نعطيك بدون عقود ولا ما تدخلش الاحتراف، فريق بن عكنون محترف باتم معنى الكلمه، رغم ما هو منذ سنوات هو محترف باتم من ناحيه التسيير. من ناحيه التسيير نعطيك حاجه، رئيس الفريق عنده 45 سنه في الفريق، ملي كان كلاعب وكمسير ودخل هو رئيس الفريق. شوف انا نقول لك حاجه، هذا الرئيس عنده حنكه كبيره في التسيير، عنده حنكه كبيره في التسيير ويعرف كيفاش يجري الامور. وزيد هذا شوف الرئيس، انا نقول لك الرئيس ذوك العام هذايا مقابله وما شافهاش، تالمو عنده ضغط كبير يحب الفريق وما يحبش، راح معنا حتى المشريه، راح معنا المعسكر، يدخل معانا يشجع اللاعبين يشوفهم، ولكن لما جيت المقابله يخرج. وجامي يقول لك ان كرون جامي كو ساسوا رئيس الفريق او مسير واحد اخر تدخل في الامور التقنيه جامي. وزيد ومام في غرفه الملابس ما يدخلش، ما اسمى خلي العامل التقني الطاقم الفني يعمل. والحمد لله هذا المشوار درناه بفضل هاد العوامل هما اللي اجتمعوا باش حقنا السحر. اعطيني جزئيه، هل حقنا تلعبوا الموسم القادم في ملعب 5 جويلية؟ والله هذه امور تخص الاداره، لكن سمعنا منهم يقولوا 5 جويلية راح يتغلق، راح يتغلق. نحن نحبوا بولوغي صحيح، سيغلق ملعب 5 جويلية راح سيغلق صح بولوغي. العام اللي فات كما طلقش بولوغي، كنا رايحين نلعبوا في بولوغي. شخصيا اين تفضل الاستقبال الموسم القادم بكل صراحه؟ شخصيا اين تفضل الاستقبال؟ اين ترى تشكيله نجم بن عكنون تخوض مبارياتها الموسم القادم؟ والله شوف احنا بون الاولويه ل بولوغين ما وجد تفضل ملعب بولوغين. ايه ولكن احنا دوخ ككل فرخ في الجزائر العاصمه اي ملعب يكون راح يلعبوا فيه ما فيش مشكل، مام القبه الحراش او دار البيضاء، احنا التشكيله تاعنا دوخ متعوده على هذه الملاعب وتلعب هنا في العاصمه. المهم ونزيد نقول لك حاجه، احنا انا شخصيا افضل ملعب معشوش الطبيعي، لان كره القدم تلعب تكون المتعه صحيح. في استاد غازو وقت الدريب طول الاسبوع هذا طارطون تلعب لا 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 حسن لا 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 حسن كره القدم تلعب في احسن شيء تلعب غازو ناتيرال، لكن عندنا مشاكل في التدريب خاصه فصل الشتاء، وين تلقى ملاعب اناكس باش تنطلق. زين نعطيك ابراهيم عشان نقول لك فريق محترف، احنا في بن عكنون اللاعبين لما يكملوا التدريبات عندهم مطعم خاص بهم، يروحوا يفطروا، والحاجه الكبيره كاع ما كاش فرق بين فرق الاكابر والاواسيط فيما يخص الامكانيات. كل فرق ما من لباسه من الصنف تاع كره القدم، مدرسه كره القدم الى الاكابر عندنا نفس اللباس فيما يخص الماتريال لي بانو ولا شي حاجه، اللي يقول عندهم لي بانو تاعهم، لي سبور عندهم لي بانو تاعهم، لي سينيور عندهم على طريقة نادي بارادو، أليس كذلك؟ نجم تدخل على طريقة نادي بارادو، ولكن الشيء هو كل شيء منظم، كل شيء الشيء اللي انبهرت فيه هو كل شيء منظم. شوف الرئيس التاريخي في المكان تاعو، المحاسب في المكان تاعو، الطبيب في المحاسب تاعو. ما هو الشيء الذي أثار انتباهك أكثر في نجم بن عكنون هذا الموسم؟ هما شوف التسيير كما نقول لك بعقلانية، النظام ما يلعبوش بالنظام، وتشوف لي ديريجون كان احترام كبير، وكل واحد ما يدخلش في عمل الاخر، كل شيء النظام باحترافيه. نعم تفضل ياسين المعلومي.
نتمنى فقط انه والي ولايه الجزائر يدير التفاته النجم بن عكنون. نورمالمون عندها نورمالمون يوم الثلاثاء كان استقبال مع حسب المعلومه اللي عندي اللي عطاها لي رئيس النادي نورمالمون يوم الثلاثاء عن استقبال في مع والي ولايه الجزائر. لانه الموسم الماضي الانديه اللي صعدت مدوا لهم واسمو حفلات. نتمنوا انه تبقى هذه على الاقل التقليد، مش نادي يصعد مثلا المحترف الاول راح يتقابل مع انديه كبيره عندها تاريخ عندها جمهور عندها كذا. تحفيز لهذا النادي. تحفيز صحيح. لهذا النادي على الاقل يمدوا كما مدوا الموسم الماضي. نعم. ان شاء الله احنا نتمنوا هذه حتى يستفيد بالنادي يستفيد من النادي. وعندنا حافلاتين في النادي حافلتين صغار دكتور عندكم ثلاثه هذوك يستغلوهم الى المعلومه مؤكده نظن والي ولايه الجزائر استقبل اليوم اتحاد العاصمه مؤكده المعلومه نظن انه حتى النادي مؤكده يا سين معلومي وعندهم نص ساعه اللي خرجوا من عنده ما عنديش انا نقول لك اذا مؤكده ما عنديش معلومه ولكن انا نقول لك اذا مؤكده انا نظن حتى نادي بن عكنون اللي صعد انا نظن اليوم حتى في الموسم الكروي القادم الخريطه الكرويه اسمه تبدلت مقارنه بالسنوات اسمه الماضيه. اليوم في الموسم الكروي الجديد اربع انديه من الجنوب ربما في واسمه في الشرق كاين الا ناديين شوف فقط شوف انا ذكرتني بحديث انا نقولها لك انا هنا باسكو احنا كلنا جزائريين كو سوا فريق بن عكنون او فريق سعيده او فريق وتشوف كلنا جزائريين. لماذا هاد الحياد وخاصه ماشي كل الفرق كرئيس نادي لما تلعب مع يلعب في محترف ضد فريق يقول لك مرغي خسر في الفريق هذاك واش يقول لك؟ يقول لك انا ماذا بينا احنا نطلع فريق من الغرب وما يطلعش فريق من العاصمه وما يطلعش حي من العاصمه. اشارات من كائنتي مش انت؟ مع احتراماتي لكل سكان تيموشنت وفريق تيموشنت لاعبين ولي سيبورتور رحنا لعبنا تما وما صرنا حتى ودخلنا بكل اريحيه بحسن استقبال ولكن رئيس عين تيموشنت هو اللي راح يدير الجهويه ماذا بيه يصلح فريق من الغرب وفريق الحي ما يطلعش. انا قلت لك بن عكنون البلديه كمثل بلديه بلوزداد بلديه القبه بلديه حسين داي يعتبر بلديه وعنده سكان كبار وفي بن عكنون كل شيء فريق قديم تقريبا 1935 وفي بن عكنون قبل اتحاد العاصمه. اسمع بن عكنون كان دكانات كان جامعات كان لي زوتي اللي كاين بن عكنون دي دوتر ولايات ما تلقاهمش. بن عكنون كان دي زوتيل دو اللي ما عجبنيش الحال عليها بن عكنون ملعب بن عكنون اللي كان ملعب اومولوجي كان تيف يلعبوا فيه الكارثه. انا حابب نعرف شكون هذا الانسان اللي دار البلون اللي خدم ستاد كيما هذا وين عندهم ليسباس عندهم قوجه غابه من الفوق ستاد كان اومولوجي رجعوا فيه 70 متر ما يصلح للتدريب ما يصلح للا كومبيتيسيون. دوزيام ستاد هذا شوف ستاد الاصلي تاع بن عكنون لان قرانا كنت نلعبوا هذاك ستاد تاع الليسي هذاك ما تقدرش تلعب ما فيهش مدرجات الاخر كان فيه مدرجات وكانوا قادرون يبنيوه ويديروا دي ماغازا من تحت ويديروا واش يحبوا كاين ليسباس ولكن احنا دائما كوارث في التخطيط وكان قادر بن عكنون يكون عنده خاطر ما عندوش انصار كثير ملعب صغير جوهره جاي على الطريق كانوا قادرين يديروا دي ماغازا يستفيد منهم الفريق راحوا بناوه كارثه داروا تريبين ما تصلحش تناول الاستاد صغروه في الطول داروا فريمون كارثه. شوف على باليش على هاد لي ستاد اللي كونوا لان بن عكنون بكري تمد دي جوال يلعبوا في اتحاد العاصمه. انا لعبت في بن عكنون سيمو لحقت حكيم بينامر كاين بوكو جوال اللي جازوا على بن عكنون ولعبوا في لي كرون كلوب كيما البيار جي اس بي كيما بير خادم ولكن انا نشوف هاد لي ستاد دامي ديسباريو ستاد تاع بن عكنون داروه رجعوه ستاد تاع 8 ولا 9 ستاد تاع بير خادم شحال مازال ما حلش. هاد ستاد هادوما هذا هو الريزرفوار هذا هو الريزرفوار الفوتبول اماتور هو الريزرفوار تاع الفوق صح. لازم نخلو هاد الانديه تكتسب ملاعب احنا ما نادي صغير ما نقولوش احنا زعما حي ماشي حي نادي صغير فرحه يجيب مولدي الجزائر اتحاد العاصمه وفاق سطيف يلعب عنده لاكو صحيح يلعب صحيح في هذاك ستاد صحيح. علاش نشوفوا ريال مدريد تلعب في ستاد كارثه طيح لاكوب مع ايكيب كاتريام ديفيزيون تروح تلعب تما 2000 مناصر
هذا واش عندنا نلعبوا في ستادنا فيارتينا روسوفي وان غران كلوب لازم نتعلموا هاد الامور وهاد الملاعب نبنوهم ملاح لان كانوا دي ستاد اومولوجي تلعب فيهم شامبيونا وكسرتوهم ودرتوا الكوارث تاعكم وقعدتوا فيهم 20 سنه هما ستاد تاع عامين تكمل. ملاحظه رائعه حسين شو عجبتني نختم بها البرنامج مباشره لا حديث فوقها لانه رساله للقائمين على شؤون الرياضه وكره القدم في الجزائر ان شاء الله الامور تتحسن في قادم الاشهر والسنوات. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذا العدد من برنامج الحصاد الرياضي، نشكر مدرب فريق نجم بن عكنون عبد النور بوسبيعة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، كل التوفيق لنجم بن عكنون الموسم القادم إن شاء الله. ربي يوفق ما شاء الله، ونشكركم على الاستضافة واللي كانت في روح رياضية كبيرة، وخاصة بحضور ياسين وحسين أشيو، يعني بزاف ما تلاقيتوش، وإن شاء الله المزيد من النجاح. شكرا جزيلا لك عبد النور. حسين أشيو يعطيك العافية، إن شاء الله ليست المرة الأخيرة، إن شاء الله يسلمك. إن شاء الله إن شاء الله، بارك الله فيك. ياسين معلومي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. واحد يدير التربص في تركيا هو ما حبش يقول لنا. شوف نعطيك نختم بهذه، معليش والله العظيم أنا مدرب نقول لك حاجة، ما كانش تحضير وخاصة إيتيك شنو، باسكو شوف راح تركيا واش نلقى؟ صحيح تركيا واش نلقى ولا تونس؟ انا ندير لا بريباراسيون في تجدة من احسن المناطق في الجزائر واحسن منطقه للتحضير البدني. كل التوفيق للنجم بن عكنون، ويعطيك العافيه معلومي حسين أشيو عبد النور بوسبيعه، والشكر ايضا لمشاهدينا الاعزاء، شكرا على طيب الاصغاء والمتابعه، دمتم في رعايه الله.